الحاله الانسانيه من نيكوتينيك اكشنز. وخلي بالك ان اسيتايل مين ده زي ما انت فاكر كده كان هو الكيميكال ترانسميتر عند كل الجاليه مش كده؟ ولما شرحنا المره اللي فاتت قلنا الهدف او الفكره في وجوده عند الجاليه ان هو يعمل ترانسميشن اوف امباكس من البري جانجليونيك نيرف للبوست جانجليونيك نيرف. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. يعني لو عندك هنا بري جانجليونيك سواء سيمباثيتك او بارا ولا بوست جانجليونيك بيطلع من هنا الاسيتايل كولين يشغل لك ال ال ريسبتور. كلنا عارفين بقى ان احنا بالطريقه دي هنفتح صوديوم شانل فيبدا النيرف ده يحصل فيه اكشن بوتنشال يدخل كالسيوم جوه النيرف ويعمل ريليز اوف كيميكال ترانسميتر سواء كان اسيتايل كولين او نور ادرينالين. الاكشن الثاني برضو مهم قوي ان هو ال ان اللي موجود على الادرينا المدلة جاي لها عصب. العصب ده بيطلع اسيتايل كولين. لما يشغل ال ان ان اوف الادرينا المدلة يخلي الخلايا بتاعت المدلة تريليز تو هرمونز اللي هو الادرينالين والنور. وبما ان هم هرمونز يبقى موجودين في البلاد ستريم. واتفقنا قبل كده ان تقريبا 80% من الهرمونز اللي طالعه في النورمال بتبقى ادرينالين. والعكس يحصل ان شاء الله في مشكله اسمها او مرض اسمه الفيوكروموسايتوم. اخر اكشن ليه بقى اللي موجود على الان ام ريسبتورز لما بيطلع اسيتايل كولين فروم ذا سوماتيك نيرف بيعمل في العضلات دي بولاريزيشن فتبدا تطلع الكالسيوم اللي بتخزن جواها ويحصل بالتالي كونتراكشن اوف ذا سكيلتال ماسل. السؤال بقى اللي هو يعني يمكن ما يبقاش مهم قوي في الماسلنج لكن هيهمنا قوي قوي في العملية. ازاي اثبت ان الاسيتايل كولين دي نيكوتينيك اكشن؟ ازاي اعمل تجارب او ان شاء الله هنعرفها مع بعض في عمل الفارما ازاي التجارب ممكن تؤكد لي ان الاسيتايل كولين از نيكوتينيك اكشن؟ حد عنده اقتراحات؟ انا عرفت ان بيشتغل على سكيلت الماسل مش كده بيعمل ماسل كونتراكشن وعرفت ان هو بيشتغل على ادرينا المدرجه بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين. مش اي اقتراحات؟ صح بس هيبقى ماسكرينك ونيكوتينيك مش كده؟ هيبقى الاثنين يعني انا شغلت النيكوتينيك وبعدين شغلت الماسكرينك بعد بس صح. اتفضل. صح يعني احاول اوصل ان انا اشغل السوبر رينال فاطلع لي ادرينالين ونور ادرينالين صح. هو في طريقه سهله قوي بس انت مش عليك سرعان في المعمل. اخد عضله كده من البقاع بيقول لكم فاكرين عضله اسمها ريكتس ابدومينس مش كده؟ اقصها من البقاع وعلقها في المعمل احط عليها اسيتايل كولين. هيحصل يعني هي ليها نورمال تون كده بيس لاين لما احط اسيتايل كولين يحصل كونتراكشن صح؟ دي طريقه. في طريقه سهله قوي قوي ان انا احط الاسيتايل كولين اي دروبس. دي بقى بتبقى من الحساسه الفارما الممتعه بقى في المعمل بيجيب لكم ارنب في المعمل ارنب كامل متكامل يعني ودان وبديل وكل حاجه وبيبقى يوم غريب جدا ايه ده الحق ده عامل فوجئ مش عارف ايه الحق شباب مش عارف ايه يعني الناس عارف احنا جايبين ديناصور مثلا او جايبين لا يعني عادي خالص يعني بس تبقى فرحه حلوه للطلبه يعني مش عايز برضه عطلت برضه بس اول سكشن ليا في تدريس لسه جاي من الشارع ما اعرفش حاجه في الفرح خالص الدكتور مرسي ربنا يديله الصحه واستاذنا هو اللي بيشرح السكشن وبعدين المفروض بعد السكشن النظري بنحط الاطر بقى في ايه؟ في عين الارنب ونقعد نجيب الطلبه ونشوف المايوزس والبتريزس واللايت ريفلكس وبتاع فهو يعني تحط المشكوره بعد ما شرح انا قاعد بتفرج زيهم كده بالظبط قال لهم بقى والدكتور احمد ان شاء الله هيكمل معاك الايه؟ السكشن ما اعرفش حاجه خالص السكشن كله ضاع في البحث عن الارانب يعني انا ما فيش تعامل قوي يعني بيني وبين الارانب هي قبل كده فطبعا الارانب بقت بتجري وقعدت نجري وراها كده بقيت بقى استاذ امسك الارنب بقى كده وتعليق طيب انا بقى فكر لو حطيت قطر الاسيتايل كولين في العين هيحصل ايه؟ في حاجات ماسكرينك كلنا متفقين عليها مش كده؟ هيحصل مايوزس ويحصل اكوموديشن انا مش عارف اشوفه لكن انا بيعرف يقرا ان شاء الله يعني حاجه رهيبه وهيحصل لاكتيفيشن ممكن نظريا يعني وهتلاقي العين اتمرن شويه حصل كونجيشن كل الكلام الماسكرينيك ده. امال فين النيكوتينيك اكشن؟ كلكم فاكرين من الاناتومي او الفسيولوجي او وات ايفر ان الايلتس فيها سكيلتال ماسل.
فيها سكيلت مصر مش كده؟ ما دام فيها سكيلت مصر يبقى عليها ان ام ريسبتور. يبقى لما احط قطره الاسيتايل كولين وتوصل ان ام ريسبتور هيحصل كونتراكشن صح؟ هيحصل كونتراكشن في الايلتس. كونتراكشن ده ضعيف قوي مش هيتشاف قوي عشان كده يقولوا عليه twitches of the eyelid. twitches يعني مجرد انقلابات بسيطه قوي كده كويس. يبقى دي كانت طبعا نظريه انت ما تقدرش بقى تحلق اسئلتك في الارنب وتشوف هيلبس لك ولا لا. يعني هو هيعمل twitches وخلاص انت ان شاء الله خير. يعني يبقى ده يقول عليه ما يسمى بالنيكوتينيك actions of acetylcholine. تعالوا على التجربه الاهم اللي هي مرسومه عندنا في الكتاب كده في صفحه 46. ما تبصش على الكتاب خليك بس معايا لحظه كده على السبوره ونرجع ان شاء الله نشوف الرسمه دي عباره عن دي تجربه كنا بنعملها قدام الطلبه في وقت من الاوقات بس نظرا بقى يعني ظروف الزحمه والظروف الاقتصاديه هي بتتعمل على قطط او كلاب. وكان عندنا شخص في القسم ده يعني كان مهم قوي في القسم كان هو اللي بيصطاد القطط ده كان شخصيه جباره يعني ما عادش موجود فبالتالي ما عرفناش نجيب قطط. كلاب كانت صعبه شويه عليه فكان يعني ما شفناش قبل كده كلاب اتعمل عليها التجربه. التجربه بتبقى ان فيفو يعني على القطه كامله كده بنعمل لها انستيزيا نديها دواء اسمه الايفر كتير يخدرها شويه وبعدين نحقنها بدواء مخدر. المخدر ده الحقيقه يقول عليه وان واي انستيزيا. كانت القطط كانت سكه واحده يعني ما يرجعش. بنحلها الانستيزيا دي وبعدين اتعفر بقى وبتاع ونعيش في الدور كده شويه وسحب بقى الجراح جاي ومش عارف ايه. نروح فاتحين فتحه كده على الترابط ارتري موصلينها لجهاز بيقيس الضغط. جهاز بيقيس خالص حاجه كده زي البارومتر بيرسم على ورقه كلكم عارفين قد ايه الورقه المهبه هبيبه يعني او حاجه وحشه هي ورقه ايه سبوت بتيفر ورقه الهباب. وبعدين نفتح فتحه على الفيمورال فين ونحقن فيها الدراجز. تخيل يبقى النقطه هي بقى خلاص متخدره وجاهزه في حاجه بتقيس الضغط وفي تاني راح حاططها هنا تحط فيها ده النورمال بلاد بريشر. بص تلاقي الضغط عمال ايه يرسم كده طالع جاي على الورقه يبقى ده بسمها كده تقيس النورمال بلاد بريشر. واروح جاي اول حاجه اعملها حاقن اسيتايل كولين انتروفينس بجرعه صغيره مش هم هي قد ايه بس احنا بنسميها كده ايه؟ سمول دوز. الاسم طبعا صار ودي كده فينا في بعض. بدلات الكتب بتاعتنا فهي سمول دوز. عايز دلوقتي تقول لي هيعمل ايه الاسيتايل كولين في البلاد بريشر؟ صح. ابص الاقي كده ايه؟ فجاه البلاد بريشر عمال يقل قوي. وبسرعه قوي قوي يرجع نورمال. عايز بقى حد كده يفسر لي هو ليه قل؟ وليه رجع بسرعه؟ ايه قل؟ اشتغل على الام 2 اللي موجوده في الهارت فراح مقلل الهارت ريت وبالتالي قلل الكارديك اوت صح؟ اهم من كده بقى راح اشتغل على الام 3 اللي موجوده في كل الشرايين. ايه اللي فيها بقى؟ راح يطلع هايدروجين اوكسايد فازو دايلاتيشن قللنا توتال بريفرال ريزيستنس يبقى الضغط صح؟ ليه رجع بسرعه قوي؟ تاني رابد هيدروليسيس بالكولين اسكريزيس تاني اكشن بتاعه فين ترانزيت. طيب بعد ما رجع نورمال رحت مدي هنا دواء اسمه اتروبين مدي جرعه فخمه من اتروبين جرعه كبيره من اتروبين. ايه الهدف منه؟ الاتروبين ده بيقفل كل انواع الماسكارين مش كده؟ هيروح قافل لي الام 2 وقافل لي الام 3 مش مهم خالص مش عليك. وفكر فيها لما ناخد الاتروبين ان شاء الله هيعمل ايه في البلاد بريشر؟ ما تهمنيش. هتلاقينا دايما راسمين البلاد بريشر كانه ماشي نورمال. انا كل هدف من الاتروبين ايه؟ مش عايز اشوف تاثيره على الضغط، ده انا عايز اعمل بيه بلوك اوف ذا ماسكارينيك ريسبتورز. واضح؟ طيب اجي بعد كده اروح مدي اسيتايل كولين بنفس الجرعه اللي اديتها قبل كده. يحصل ايه في الضغط؟ ولا حاجه. ليه بقى؟ يشتغل هنا لقى الريسبتور مقفول للاتروبين وهنا مقفول للاتروبين مفيش تاثير. تعالى بقى بص المفاجاه. عايزك تتفاجئ عشان المره اللي قلت لك على حاجه تفاجئ وما عجبنيش التفاجئ. اسيتايل كولين لارج دوز اسيتايل كولين
لارج دوز هوبا راح ضغط عالي. حد عنده تفسير؟ الاسيت مالك وليد ده بيشتغل على ماسكارينك وليكوفيلك، مش كده؟ ماسكارينك اخبارهم ايه؟ مقفولين، يبقى هو راح اشتغل على النيكوتينك. وبالتحديد بقى انهي نيكوتينك؟ انا ما يهمنيش ال ام ام، يعني اللي قال كده في مصر ده ماليش دعوه بالموضوع. انا يهمني ال ام ام اللي موجوده في الجلده، والاهم من الجلده سكر بايدا بضربه. رح تطلع ايه بقى؟ بضربه ادرينالين ونور ادرينالين. هما الاثنين بيعلوا الضغط، بس مالي اللي طلع من المضله از ادرينالين. فهمنا يا جماعه؟ عارف اسمها ايه بقى التجربه دي؟ اسمها اسيتايل كولين ريفرسال اون بلاد بريشر. يعني ايه؟ يعني الاسيتايل كولين المفروض انه يوطي الضغط زي ما قلنا على الام 2 و3، لكن هيعلي الضغط في وجود شرطين، لازم يكون في عندي شرطين عشان يحصل ريفرس. الشرط الاول اتروبين، يقول على الانيمال ده اتروبينايز، واخد اتروبين كتير. الشرط الثاني لارج دوز. طب ليه لارج دوز؟ يعني الاتروبين في النهايه هل فكره الاتروبين؟ طب ما انا قافل الماسكارينيك الضغط عمره ما هيقل خلاص، لان الماسكارينيك ده اتروبين سابقه. ليه بقى فكره اللارج دوز؟ بس الاحساس بتاع النيكوتينيك ريسبتور مش عالي. الاسيميتي السيستميتي تحس بالاسيتال كلين لو جرعه كبيره. يبقى لازم عشان اعمل ريفرس لازم احقق الشرط. مفهوم يا جماعه؟ واسالكم اسئله كده بس يعني انت بدات الاسيتايل كلين لارج دوز. الضغط هيقل برضه. هيقل برضه ليه بقى؟ السكريبت شغال، ما هي شغاله خلاص، الموضوع عباره عن هاي بوتنشال. طيب هنعرف ان شاء الله بعد كده بقى مع بعض في الفيزيكال وفي العملي ازاي اتاكد ان ده ادرينالين. عندنا يعني الكيرف ده ان شاء الله ليه تكمله، اتاكد ان اللي طلع من المضله ده حاجه ادرينالين، او اللي علم الضغط ده الادرينالين اللي طالع من الادرينال ده. مفهوم يا جماعه؟ طيب نيجي بعد كده بقى نتكلم على احنا خلصنا كده الاكشنز بتاعت الهاي كولين. تعالى بقى اقول قبل ما ابص في الكتاب انا يعني جمعني كده في نص دقيقه الاكشنز المهمه بتاعت الاسيتايل كولين. عمل ايه؟ قلل الهارت ريت وقلل ايه؟ مش كده؟ طب فكر معايا كده استعمله في ايه؟ لو قلل ضربات القلب هيعالج تاكي كارد، صح؟ عمل ايه في البلاد بريشر؟ قلل الضغط، يبقى فكر هيعالج فيه؟ عمل ايه في العين؟ عمل ايه في الجي اي بي؟ مش كده؟ خد كاتشر في الوور وفتح البحث، يبقى يعالج ايه؟ يعالج كوليستيكيشن، صح؟ عمل ايه في البلاير؟ خد يعالج يورين ريسبشن، طلع عرق كتير، صح ولا غلط؟ عمل ايه كده في الاكسبريشن؟ يعالج نظريا بقى الكتاب بتاع زمان في القرن ال 18 يعالج فيفر، يعني علاقات الحراره عن طريق الفلتريشن. يبقى كام استعمال الاسيتايل كولين؟ كتير كده كام؟ 7 8 9 10 الاسيتايل كولين برضه عايزك تتفاجئ از نو ثيرابيوتيك يوزز. لا مش حلو. الاسيتايل كولين ملوش استعمال في الدكتور. لا خلاص مش هتعمل ايه؟ هتقول اول مره والله. ليه ملوش استعمالات؟ اولا بيتكسر بسرعه جدا اللي هي دي مش كده؟ دي بتتكسر بسرعه صح؟ يبقى لازم كل 5 دقايق جرعه. بتتاخد ازاي؟ الطبيب لازم يشرحها بطريقه سهله. يبقى عضلة بقى ويعني كلام فارغ ان انا احط اسيتايل كل 5 دقايق جرعه. السبب الثالث تعالى مثلا قلل مين ضربات القلب. هل هيروح ينشن على الماسكارينج بتاع القلب؟ ده شغال لك بتوع البرونكاي والجي اي بي واليورينري بلادر وكل حاجه. يبقى كام عده الاسيتايل كولين؟ ثلاثه. اولا فيري شورت دوريشن، اثنين شورت يجيب الانترافينس، ويمكن اهم من الاثنين اللي هو نون سبيكت ما اقدرش افكار اورجن معين اشتغل عليه. عشان كده بقى طلعوا المجموعه اللي هي
الصفحه اللي جايه كده اسمها الكوريين استرز. بص انا عارف النهارده دي بتاعت ايه، يا ترى هيخلص ولا هيكمل؟ فيها رجاء واستنكار ويأس ومشاعر كتير، مش كده؟ وهيبقى فيها احباط طب ولا احنا هنكمل؟ معلش اوريدي يعني ايه ورا اللي احنا بنتكلم عن شويه. مين بقى هم بقيه الكوريين استرز؟ Oh,
دول كلهم ار سينثيتك دراج. فكره العنف الطبي يعني ليه الناس بدات تفكر انها تطلع دواء شبه الاسيتايل كولين بس احسن منه شويه؟ عشان تجنب العيوب اللي كانت موجوده في الاسيتايل كولين. فمن غير ما نفكر بقى نحفظ ولا حاجه، تفتكر ايه هم الادفانتجز اوف سينثيتك كولين؟ هينفعوا تاخدوا اور او صوره الاور، واكيد دونجر ديوريشن عن الاسيتايل كولين، والاهم من كده يمكن ان هم اللي ار مور سيلكتيف ذان اسيتايل كولين. عندنا ثلاث ادويه بقى اللي هم الميتا كولين والبيتا ريكول والكاربكولز، ترتيب الجدول بتاعنا. يعني هو الاكبر طبعا احنا كنا نتكلم عليهم بنفس السكيل بتاع الاسيتايل كولين، يعني السورس بتاعهم السورس بتاع الثلاثه ايه؟ الفاتن صح؟ الكيمستري بتاعتهم الاسيتايل كولين ده كان كولين استر مش كده؟ وكان كوافيرنري امونيا بلطام، وكان ليه راسين دول شبهوا قوي قوي لحد كبير، يعني على الاقل نعرف ان هم دي ار كوافيرنري امونيا كومباوندز وان هم كولين استر زي الاسيتايل كولين. تعالوا بص على الفارماكو كاينتكس، هو الاسيتايل كولين كان نوت ابزوربد، ما كانش بيعدي بلاد برين بارير تقريبا، وكان بيتكسر بسرعه قوي قوي بتوع السولو كولين استر مش كده؟ بص على الثلاث ادويه التانيين بقى اللي هم الميتا والبيتا والكارباكول. لو بنتكلم على ابزوربشن الامتصاص احسن شويه في البيتا كولين. تفتكر ايه السبب؟ ليه البيتا كولين احسن امتصاصا من الاسيتايل كولين؟ هو الفرق الوحيد بينهم الميثايل جروب مش كده؟ يبقى اكيد الميثايل دي حسنت شويه الامتصاص. الكارباكول والبيتا نيكول تقريبا كومبليتلي ابزورب. هو السبب على فكره ان في كيميكال ستراكشر فيهم مش عايز اقول اعتمادك في الكيمياء اسمه الكاربامينويد جروب. كاربامينويد جروب. وجود الجروب دي خليته ليبيد سوليبل قوي. فهمنا الفرق؟ وبرغم ان هم كوارتينري امونيا ورغم ان هم شبه الاسيتايل كولين قوي، لكن اتحط عليهم مجموعه كيميائيه حسنت الى حد كبير قوي الليبيد سوليبل. متوقع كومبليت اور ابسوربشن مش كده؟ طب بلاد برين بارير. اسيتايل كولين ما كانش بيعدي تقريبا خالص، وشبهوا الى حد كبير الميتا كولين. لكن الكارباكول والبيثاريكول كان باس بلاد برين بارير. هقول لك ان شاء الله مشكلته دلوقتي في عيان معين كده عنده حاجه اسمها باركنسونز. نيجي نتكلم على الفين. اسيتايل كولين بتكسر بسرعه قوي بالترو سولو. الميتا كولين بتكسر فقط بالترو كولين استريس. يبقى اخبار الديوريشن ايه؟ هي شورت ديوريشن برضه بس اكيد اطول شويه من الاسيتايل كولين. خلي بالك عشان الام سي كيو، الكارباكول والبيتا ريكول ار نوت هايدرولايزد ولا بالترو ولا بالسولو. ومالناش دعوه مصيرهم ايه؟ بيتكسروا بأذر انزايمز. المهم ان هم نوت هايدرولايزد ولا بالترو كولين استريز ولا سولو كولين استريز. عشان كده الديوريشن بتاعتهم ماتش لونجر ذان اسيتايل كولين. ايه بقى الحاجه المشتركه اللي فيهم؟ الميكانيزم اوف اكشن صح؟ كلهم ايه؟ كلهم صح كلهم طيب اجونست على اسبرين. طيب الاسبرين كلين كنا بنتكلم على انه ليه كمان يكون الاكشن صح؟ لما اجي اتكلم على الجدول اللي عندي ده بقى هقول لك معلومه سهله قوي. اي دواء اتحط عليه ميثايل جروب فقط قدرته على انه يشغل النيكوتينيك. اي دواء من الاربعه بقى او من الموجودين عندنا في الجدول حصل له بيثايليشن تقريبا الدواء ده تقريبا ما عادش قادر يشغل نيكوتينيك ريسبتور. عد معايا بقى كده الاسيتايل كولين عليه ميثايل جروب ولا لا؟ يبقى يشغل فاسفاليليك ونيكوتينيك. الميتا كولين عليه ميثايل يبقى يشغل ايه؟ فاسفاليليك بس. الكارباكول كارباكول ما عليهوش ميثايل يبقى يشغل ماسكارينيك ونيكوتينيك. البيتا ليكول ميثايليتد يبقى ما بيشغلش الا ماسكارينيك. عايز بقى دلوقتي كده في لحظه ال مش عارف لحظه ايه، لحظه وحشه اكيد بعد كده، بس اللحظه اللي احنا فيها دي حد يقول لي لما اعمل تجربه البلاد بريشر باسيتايل كولين او كارباكول يحصل ايه؟ ولما اعملها بالميتا كولين والبيتا ليكول يحصل ايه؟ هنبدا من اول كده واقول الدواء ده مجهول الهواء
ثانويه. كويس؟ دواء ده دواء غير معروف، ده التجارب العام اللي عليك ان شاء الله في الامتحان. جبت دواء كده مجهول الهويه اكس وحقنته بسمول دوز عمل كده. وبعدين اديت اتروبين وبعدين اديت نفس الدواء اكس بسمول دوز ما عملش حاجه على بعض. فهمت حاجه من الاكشن ده؟ خطوات فهمت حاجه؟ ان الدواء ده ليه مسفرينك اكشن صح؟ ليه؟ لما كانت مفتوحه شغل بتوع الهارد وبتوع البطن فالضغط قل، لما قفلناها بالاتروبين ما عرفش يشتغل، يبقى مؤكد ان الدواء ده هاز مسفرينك اكشن. طيب جينا ادينا نفس الدواء الاكس ده بجرعه كبيره لان انا راح معلي الضغط. فهو الجرعه الكبيره بعد الاتروبين شغال النيكوتينيك، ولما شغلها في المضاده طلع ادرينالين فالضغط قل. ممكن يكون ايه الانورمال؟ الاسيتايلكولين والكاربامول، برافو عليك، صح؟ طيب افرض التجربه عملناها وجينا بالسمول دوز للاسف اللارج دوز بعد الاتروبين ما حصلش حاجه في الضغط. ايه رايك؟ مجرد من الخطوه الاولى عرفت ان هو خرب، خلاص تاكدت، عمل هاي تنشن، روحت باي اتروبين. وحتى لما اديته الجرعه كبيره ما عرفش يعلي الضغط، يبقى هو ما بيعرفش يشغل النيكوتينيك، يبقى الدواء ده كود بي يا ميثاكولين يا ميثاكولين، سهله؟ طيب حطهم لي على ايه بقى؟ حطهم لي على العين. كلهم يعملوا ايه؟ كلهم يعملوا بايوبس ويشغلوا السيجاري ويقللوا ضغط العين ويعملوا لاكتينيشن ويعملوا كونجشن، صح؟ بس عشان هيجيب الام ثلاثة في منهم يعمل تويتشز في الايلت وفي ما يعملش. مين اللي يعمل تويتشز في الايلت؟ من اللي ليه كوليك اكشن اللي هو الاسيتايل كولين والكارباكول، واللي ما يعملش تويتشز اللي مالوش اللي هو ماسكريت بس اللي هو البيزا الكول ميسا والميسا، يعني اللي هو حد من زمان اللي كان دايما يلحن كده الميسا والميسا ما يعملوش تويتشز، مش كده؟ اللي هو البيتا كولين والبيتا كولين. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع الاكشنز. السلكتيفيتي بقى الاسيتايل كولين نون سلكتيف، الميتا كولين يقال يعني ان هو شويه سلكتيف على الهارت او على كارديو باسكولار، يبقى هيعمل ايه في القلب؟ يعني بيقلل ايه؟ الكونتاكشن، صح؟ الكارباكول سيلكتيف على السموث ماسلز، شغله كويس قوي قوي على السموث ماسلز سواء الاي او الجي اي بي او اليورينري بلادر. البيتا كول شبهه قوي بس غالبا ما بيتاخدش في العين، يعني هو تلاقيه مكتوب عندك جي اي بي ويورينري بلادر هما شبه بعض قوي الاثنين، يبقى تقل الكارباكول والبيتا كول شغلهم اعلى على السموث ماسلز. الميتا كولين على الهارت مينلي والاسيتال كولين ملوش سلكتيفيتي تاني. مكتوب عندنا بقى في الكتاب ان الاسيتال كولين بيتاخد انترا فينس طبعا في الاكسبيرمنتس بس مش في بني ادمين. الميتا كولين بيتاخد سب كيوتينيوس، ليه ما بيتاخدش اورال؟ ممكن يتاخد اورال بس امتصاصه مش حلو قوي، فيتاخد سب كيوتينيوس. الكارباكول والميتا كول اقدر اديهم اورال امتصاصهم حلو قوي، اقدر احقنهم تحت الجلد، وطبعا الكارباكول بيتاخد في العين فممكن اديه على شكل اي دروبس. وتجيب لك معلومه مهمه قوي قوي ان الادويه دي ممنوع تتاخد انترا فينس او انترا ماسكولار. المشكله في ايه بقى؟ لما تحقن الادويه دي بتروح تشغلها لك الام 2 والام 3 على طول، تشغل الام 2 حتى لو هي مش سيلكتيف، مش كده؟ حتى اسف لو هي مش سيلكتيف على الكارد ماسكولار يعني، لكن لازم هتشغل الام 2 وتشغل الام 3 تلاقي العيان جاله براديكارديا ممكن قلبه يقف ويحصل له سيفير هايبوتنشن. سيادتك لو غلطت وعملت الشغلانه بتحصل، جالك عيان محتاج كارباكول الصفحه دي مش معاك، مش فاكر هو اورال ولا انترافينس ولا سبكيوتينيوس، رحت مديله انترافينس بقى ايه؟ عشان نخلص يعني عشان مستعجلين يعني. هيدخل منك في براديكارديا جامده جدا، صح؟ اسهل حاجه تعملها ان انا اديله اتروبين اروح موقف شغل الدواء على الماسكلينيك ريسبتور، مش كده؟ يبقى كان الاتروبين ده هو الانتي بوت بتاع اي دواء بيشتغل على ماسكلينيك. ده بالنسبه للاكشنز والبريبريشنز. استعمالات الاسيتايل كولين ملوش. الميتا كولين بصوا في كتاب ثلاث استعمالات، مش كده؟ مين بصير كده؟
بعد ما كله ان شاء الله اي محور يعني دولي نوت يوز حاليا. يعني اكتب استعمال كانه مش هتبقى اتصال، بس خليك فاكر يعني ان الميتاكولين ده تقريبا اللي استعمل في الطب دلوقتي. هو بيتاخد في حاله اسمها باروكسيسمال اتريال تاكيكارديا. برضه اول ما اسمعها كده بنتضايق مش كده؟ هي اسمها اختصار الفام. عارف معناها ايه؟ صح. هي باروكسيسمال معناها تنس او بارك. وانتيال يعني حاجه جايه جدا مش كده؟ وتاكيكارديا ضربات قلب سريعه. الفكره في الميتاكولين هو حضرتك لما يكون عندك تاكي خايف على الاتريا ولا خايف على الفنتريكل؟ انا مش خايف على حاجه يعني انت فارق معاك يعني ولا ايه؟ انا مش خايف على الاتريا خالص صح؟ لان الاتريا حتى لو ما حصلش فيه كونفكشن 80% من الدم اللي فيه بينزل بالجرافيتي. امال انا خايف على ايه؟ خايف على ايه؟ لو الهارت ريت سريع قوي قوي خايف على ايه؟ برافو عليك. يبدا الستيل يقصر قوي مش كده؟ ودي الفتره اللي بيتبني فيها الفنتريك. لو ما بقاش دم كويس مش هيطلع دم اثناء الكونتراكشن ويحصل سيركولاتري فيلير. طيب اعمل ايه عشان احمي؟ انا عندي ضربات قلب سريعه قوي جاي من اتيا. اعمل ايه عشان احمي الفنتريك؟ ايه الفكره في الادويه اللي تخلي الفنتريكل بروتكتيف اجينست تاكي كارديا الجامد اللي انا عندي توصيله مش كده اسمها الاي بي اللي هو بنزل يا ترى اخلي التوصيله دي توصل اسرع ولا ابطا؟ ابطا صح. يعني اعمل ايه في الاي بي كونتراكشن؟ الام 2 بيعمل كده صح؟ يبقى لو شغلت الام 2 ريسبتور هعمل حاجتين حلوين قوي. اقلل الهارت ريت في الاتريا هو بيقلل الاوتوماتيزم مش كده بيقلل شغل الاس ال او. والاهم من كده تو بروتكت ذا فنتريكل باي سلوري اوف اي كونتراكشن. يبقى ده استعمال طبعا عندنا بدائل كتير قوي احسن من الدواء ده. المرض نمره 2 اسمه بريفرال فاسكولار ديزيزز. ان شاء الله في الراحه بقى عليكم خير بعد 3 سنين كده هتعرف ان دي امراض كتيره قوي. العيال بيشتكي ببعض راس الراي للصوابع بتاعت الايدين والرجلين. بتلاقي الصوابع في وقت من الاوقات كده بالذات مع الشتاء تلاقيها بيضت قوي وفيها الم وفيها ايستيميك تشينجز. ولو طال الموضوع قوي يحصل نيكروزس مش بلد سكر. الهدف ايه من الميتاكولين؟ الميتاكولين ده هيشغل الام 3 اللي موجود على النقص فيطلع الهيدروكسيد فيعمل فازو مفهوم يا جماعه؟ يبقى الفكره هنا بس تدايليت النقص. الاستعمال الثالث مش هنفهمه دلوقتي بقى حاجه اسمها ثيو كرومو سايتوما اللي هي من ضمن الحاجات اللي بشخص بيها الورم ده ادي ميتاكولين. تعمل قسم عندنا كاتب باروكسيزمال ثيو كرومو سايتوما. معرفش انتوا درستوها في الفسيولوجي او في اي حاجه. الورم اللي موجود ده بتاع الاديان من الله بيطلع ادرينالين ورو مش كده؟ وفي التيومر بيطلع حتى نور ادرينالين اكتر فبيعلي الضغط قوي. في نوعين من الفيل كروموسايتوم مبدئيا يعني. في نوع اسمه باروكسيسمال يبقى عباره عن ايه؟ باوس مش كده؟ يعني فجاه تلاقي التيومر ده راح بيطلع كميات كبيره قوي من الكاتيتولا ميت في الضغط عليه. وبعد شويه يرجع نور ما يطلعش حاجه. وفي نوع اسمه ساستين. ساستين يعني ايه؟ على طول على طول التيومر بيطلع كاتيتولا ميت. النوع الباروكسيزمال ده ساعات بنشخصه بالميتاكولين بس الاختبار ده في منتهى الخطوره. هقول لك بس يعني توصيله صغيره كده ونكمل ان شاء الله لما ناخد الموضوع على بعضه. لما بحقن الميتاكولين بحقنه والضغط نورمال. انا شايف ان العيال ده عنده فين كروموسايتوم. فواحد مدينا حقنة ميتاكولين تحت الجلد. عارف الهدف منه ايه؟ انه يخلي التيومر يطلع كاتيكولامين. يروح الضغط حصل له ايه بقى؟ يعلى فجأة. لما يعلى فجأة ممكن يجيله سيريبرال هيمورج. لما يجيله سيريبرال هيمورج ممكن يموت. فتأكد بقى ان المرفوع الله يرحمه بقى يكون عنده فيلم طبعا ما عادش الموضوع متقابل. انا عندي اختبار سهل قوي كلنا سمعناه قبل كده. اقيس الفرايل مش كده؟ اقيسه في يورين سامبل. اقيسه في 24 اور يورين. عرفت ليه بنقيسه في 24 اور؟ ليه؟ لو هي فاروكسيزم
هيدي بولن وما يكونش في مره طلع في البولن يبقى فوق نسب مش كده؟ فلازم نجمع الديوريك بتاع 24 نسب. اخر استعمال بقى اللي هو برضه استعمال ما عادش موجود قوي في الطب في الدواء ده بيشخصوا بيه برونكيال ازمه. فكر معايا كده عيان يجي لك انت شايف انه اسبرجو تروح مديله حقنه تحت الجلد من الميه تاكل هيخلص منك مش كده؟ هيحصل ايه في الميه المريض ده؟ برونكي سبراز وزود السكريشن ادخل في اسبرجو كاشتات. فهي طبعا بتتعمل لحد ما لك لازم في اماكن مؤهله اقدر ادي العيان ده برونكي فاليتورز واكسجين وغيره. يبقى ده برضه استخدام يقول عليه دايجنوز برونكي ازمه برضه حاجه من الحاجات اللي قلت قوي. تعالى بقى بص على البيتا كول والكارباكول. الاثنين اقدر اخدهم في حاله بنسميها بوست اوبرتيف باراليتيك الياس. يعني ايه الكلام ده؟ واحده واحده كده. الياس دي معناها الياس معناها الياس مش كده؟ طيب باراليتيك الياس باراليتيك حصل شلل كده معايا بوست اوبرتيف بعد يعني. هو اللي بيحصل ان معظم ادويه التخدير بتخلي الانتستين ريلاكس قوي لدرجه ان ممكن يجي لها شلل. كويس؟ وفي بعض العمليات بقى بتاعت البطن بالذات بفتح كده بقى الابدومين وادور مثلا على الابندكس. بروح جوه ساعات يعني ساعات مكانه على طول كده بس ساعات بيبقى مش موجود في مكانه. بتطلع الانتستين وتبص بقى اللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك 6 متر بقى يعني قدامنا شوار يعني. ساعات بقى المانيبيوليشن بتاع الانتستين ده يحصل رياكشن ان الانتستين تبقى بارالايزد قوي. يجي العيال بعد العمليه اعرف ازاي ان هو باراليتيك ايليس. مفيش انتستاين اتصرف صح ومفيش جاز طالعه يعني ما بيطلعش هواء يعني. فهمت المشكله؟ ما بيطلعش غازات بقى. ايه حاجه انت بتسمع بالسماعه بتلاقي مفيش اصوات. فشوف ان هو دخل في باراليتيك ايليس. ده ممنوع يحط حاجه في بقه ممنوع ياكل او يشرب تماما لحد ما الاستاذ تشتغل. لو عصبت بقى شويه بقى ما رجعتش بقى بضطر اديها دواء ماسكارينيك اجوز. ايه الهدف منه؟ كونتراكشن الظهور بتاع الجي اي فايل ده يشتغل. في حاجه اسمها اللي موجوده عندنا دايركتيشن او ستومك شبه الباريتيكس بس في المعده بقى يعني هي اللي مريحه شويه. المرض الثاني او المشكله الثانيه بتحصل برضه بعد العمليات اسمها بوست اوبرتيف يورين ريتنشن. يعني ايه؟ يعني البلدر بعد العمليه الرول بتاع البلدر مريح قوي والسفنتر قافل. ده مش قادر يفضي دور على فكره بتحصل في الستات بعد الولاده. بيسموها بوست باربر من الالم ومن السفنتر الصفراء العالي ممكن تلاقي البلدر مش شغاله خالص. الهدف بقى من الادويه دي نفس الفكره كونتراكشن للوول وريلاكسيشن اوف السفنتر. كتاب القسم كاتب بين قوسين كده حاجه مهمه قوي نان اوبستراكتيف. يعني ايه؟ يعني قبل ما ادي الكارباكول او الميتاليكول لازم اكون متاكد ان مفيش ستون مثلا او تيومر هي اللي سد الطريق. عشان لو انا ما جاش في بالي الموضوع ده او اديت كارباكول او ميتاليكول بيحصل ايه؟ رابتشر اوف ذا بلادر. بلادر انفرقع في مصر عمري زي مسكنا زمان يقول لك هتسمع صوت فرقعه. انا كنت مصدقه الحقيقه بس مش هسمع حاجه مش درجه فرقعه يعني. هو اللي هيحصل لعيان حاجه اسمها بيريتونايتس يكسر في الجراحه. فخلي بالك اوعى تدي للعيان اي حاجه مسكرينك اجر لو جاله بوست اوبرتيف ريتنشن اوف يورين الا اذا استبعدت وجود اوبستراكشن. ده بالنسبه للاستعمالات. نعم؟ لا مش هتقع على الهايبر يورين. الهايبر يورين ممكن يحصل من الستون او من التيومر. خلاص اخر حاجه هو اخر حاجه احنا كان نفسي اكمل الصفحه دي بس واضح ان مفيش نصيب. الكارباكول ممكن يتاخد في علاج الجلوكوما كلكم عارفين طبعا الفكره اللي فيه هيوسع الاجل وهيوسع الكمامه مش كده؟ هيزود الدرينج والسوبر